كنا بنتكلم في بداية الحلقة ونوهنا ان احنا الفقرة الاولى معانا ودكتور وائل اللي هينورنا دلوقتي هنتكلم معاه عن ملف في غاية الأهمية وفكرة هنا الطب النفسي تحديدا الرياضي وازاي انا ممكن في الفترة اللي جاية ومع بداية الموسم الجديد اجدد دوافع اللعيبة لان زي ما قلنا او زي ما احنا عارفين كلنا الفترة اللي فاتت لو هنتكلم تحديدا هنا عن النادي الأهلي لا في بعض الروح الانهزامية في بعض المشاكل اللي حصلت فانا محتاجة اعيد مرة تانية يعني تأهيل اللاعبين عندي نفسيا استعدادا لموسم اعتقد الجميع اجمع عليه ان هو هيكون موسم قوي للغايه. هنعرف كل التفاصيل دي وهنتكلم في العموم كمان على فكره هنا الرياضيين كلهم مش بس في كره القدم، خلينا نعرف كل التفاصيل دي حتى هنتكلم عن نفسنا والله احنا كلنا محتاجين ننور بس او نرحب بدكتور وائل الرفاعي استاذ الطب النفسي الرياضي اللي منورنا. بونجور جدا. بونجور وصباح الخير. صباح الجمال. على كريم وعلى نهاوند وعلى قناه الاهلي الجميله. صباح الفل على حضرتك يا دكتور، سعداء بوجودك معانا وموضوع مهم اللي بنتكلم فيه وتحديدا في التوقيت اللي احنا فيه، احنا لسه يعني ايه شايلين ايدينا من موسم ما كانش هو الامثل نتج عنه وضع نفسي اكيد مش لطيف لا عند اللعيبه ولا عند الجهاز الفني ولا حتى عند الجماهير. صحيح. ففكره ان احنا نعدل الميله نفسيا ده بيحصل ازاي؟ اولا حضرتك هو موسم عدى بكل ما فيه من ايجابيات وسلبيات. فبنعمل حاجه اسمها الفيدباك التغذيه المرتده، يعني بنقول ايه؟ والله المدخلات بتاعتنا كنا نفسنا نعمل كذا وكذا اداء ونتائج. أيوة. طب والله وصلنا الى مخرجات او اوت كام او اوت بوت كذا وكذا. طب الفرق ما بينهم قد ايه؟ طب كانت ايجابياتنا في الموسم ايه؟ كانت سلبياتنا بدون بين قوسين ولا تهويل ولا تهوين، يعني بموضوعيه، ولا نجلد نفسنا ولا نبقى بنجامل نفسنا. فدي النقطه الاولى، وبعدين ننسى خالص النقطه الاولى دي. وبعدين على اللاعبين على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي يعني الفريق الرياضي التيم ان هم يعملوا تدريبات استرخاء التنفس والاسترخاء العضلي وان الجاكوزي والساونا والبسين والميه مش هم الحل الامثل، لا ده عشان يريح المينتاليتي العقليه بتاعته وجهازه العصبي طول الموسم ده والاسترس اللي كان عليه بايجابياته زي ما قلنا وسلبياته يجب عليه ان ياخد فتره راحه بيقولوها عليها في علم التدريب راحه سلبيه، يعني ما يعملش حاجه خالص، مع ان انا يعني معترض على المصطلح ده لكن نقول بعيد خالص عن اداء فني وبدني خالص. وطبعا بالتنسيق مع الكيبرنج اخصائي احمال التدريب والهيد كوتش ان الفتره دي ولا تطول قوي ولا تقصر عشان السنس بتاعت اللاعبين لما ينزلوا الملعب مره ثانيه، لكن مطلوب ان هم يمارسوا تدريبات استرخاء التنفس عشان الحاله العقليه تهدى واسترخاء البروجريسيف ريلاكسيشن استرخاء العضلي عشان العضلات تهدى وان الجاكوسي والساونا مش كفايه، تدريبات المديتيشن التامل وحاجه اسمها الاسترخاء التصوري ان ازاي اخد اللاعب في رحله معينه وانمي عنده حواس وانسيه الهموم دي كلها. دي تاني نقطه مهمه جدا جدا قبل الموسم الجديد. ثالث نقطة عايزين ما نختلفش، يعني ما نختلفش؟ أنا وائل لاعب في نادي الأهلي سي بيعمل ركلات ترجيح أو بيصوب على المرمى سي 10 كرات. فبيجيب خمسة في منطقة زي ما بيقولوا العمليات أو الثلاث خشبات أو الأماكن المؤثرة اللي ممكن تكون هدف. طيب نيجي هنا بقى الهيد كوتش أو وائل أو كريم أو نهاوند عايزين يجيب العشرة من عشرة. ده كلام مش منطقي. يبقى ثالث نقطه بتاخدنا لحاجه اسمها الجول سيتنج، بناء الهدف، بناء الهدف نفسيا زي ما بحط برنامج للاحمال التدريب بدنيه وفنيه في بناء هدف نفسي. ليه؟ لو انا حطيت اهداف تفوق قدرات كريم او نهاوند او وائل كلاعيبه في نادي الاهلي هنعملهم حاجه اسمها فرستريشن، احباط. طب. ولو حطيت اهداف بسيطه مش هتعمل تطوير وتنميه لمستواهم. فبنعمل ايه؟ اقصى قدره للاعب بنضيف عليها نسبه تحدي او صعوبه 10% فقط. يعني وائل كان بيجيب خمس كرات من العشره يبقى انا اعمل له برنامج بتايم معين يجيب ست كرات بس وما اطلبش منه غير كده ولما يخلص الستيب دي انتقل اللي بعدها. ده بيعمل موتيفيشن دافعيه وبيطور التحفيز عند اللاعب والدافعيه الايجابيه وبيلغي الضغط وبيبعد برافو عليك القلق السلبي والضغط وبيبقى قلق دافع انه عايز يجيب سته يجيب سبعه ثمانيه. لكن مشكلتنا سي وائل برضو بيلعب 10 مباريات بينفعل خمسه منهم. انا عايز اعمل له دكتور وائل رفاعي او غيره يقعد معاه سيشن كذا اثنين ثلاثه ما ينفعلش خالص. الكلام طبعا مش مظبوط ومش منطقي. لو ميسي لو محمد صلاح لو كريستيانو مش هيقدر يعمل كده. لازم برضو 10% صعوبه، يعني كان بينفعل خمس مرات ينفعل اربع مرات. طب وائل او كريم بيلعب سي ساعه الا ربع يعني تايم شوط بقمه الكونسنتريشن والتركيز ومفيش ميس باس والسكاوتنج بتاعه التمرير مظبوط التصويب مظبوط اسيستات عمل ايه كل حاجه حلوه قوي زاد بس يجي الشوط الثاني مش موجود. فانا اعمل له برنامج تركيز انتباه او صلابه نفسيه. ما اقولش ان كريم ينزل الملعب يلعب الشوطين، اقول اه والله كان بيلعب 45 دقيقه يبقى ماكسيمم 50 او 55 دقيقه في البدايه.
وده يبقى في التمرين قبل الماتشات. لذلك بتشوف اللعيبه الدوليين في الشامبيونز ليج وكده ما بينزلش مره واحده ما يكون لعيب لسه جاي داخل على الفريق، بيعملوا له التدرج ده عشان يطمئنوا ان ال 90 دقيقه وائل ده هينزل يلعب كسر الدنيا. فده اسمها مهاره اسمها الجول سيتنج، بناء على دي بتحط على بناء او سوري على مستوى الفرد وعلى مستوى الجمعي الفريق. فلازم يبقى عندنا اهداف تحدي مش اهداف سهله، اهداف واقعيه مش اهداف خيالية، اهداف عامه طول السيزون واهداف سبيسيفيك مش تعجيزي. برافو عليك. انا ممكن اجيب برنامج محمد صلاح وكريستيانو وميسي ومش عارف ليندوفسكي ده وفلان وعلان اكس واي، جميل قوي، بس هل يا ترى يتناسب مع طبيعه اللاعب الاهلاوي؟ مش معناه ان هو اقل منهم، لا، يعني ده ليه ثقافه وده ليه ثقافه، ده ليه اسلوب تغذيه وده ليه اسلوب تغذيه، ده ليه ويت ووزن وطول ده غير ده، ده ليه جهاز عصبي اللي هو المايسترو بقى النفسيا اللي بيحرك اللاعب غير الجهاز العصبي ده. فما ينفعش اجيب برامج مستورده او حتى لو الجهاز الفني بيعملها للاعبين بدون الاستعانه بابناء الوطن اللي هم ايديهم في المطبخ، اللي يعرف يعمل اسيسمنت تقييم كويس للاعيب المصري ويبقى عارف واقف على فين عشان لما يعمل له تيست يبقى المؤشرات حقيقيه مش مضلله. ما اقولش كريم زي الفل او نهاوند وعنده مشكلات، يبقى لازم استعين بالمناسب اللي يقيم لي حاله اللاعبين ويحط لهم الاهداف النفسيه اللي تتناسب معاهم. بناء على كده هشتغل على المايسترو اللي انا قلت عليه، الجهاز العصبي. لازم في فتره ما قبل المنافسات والسيزون بقى طويل، احنا خلاص عملنا ريكريشن، قعدنا ابناء نفسنا وعملنا تصور واسترخاء والدنيا بقت بيس وحلوه، ابتدي اعمل بقى ايه؟ تدريبات للجهاز العصبي. النجم الكبير محمد صلاح ايه الميزه الخرافيه اللي عنده؟ اللي كانت موجوده في باولو روسي زمان وسكلاتشي ونجوم العالم اللي هم كانوا هدافين. ايه الميزه اللي عنده؟ قوه الجهاز العصبي ونشاط الجهاز العصبي. مش موجود عند اي حد. يعني ايه قوه الجهاز العصبي؟ يعني بيعمل مشوار واثنين وثلاثه وجيم واثنين وماتش وثلاثه واسيست واثنين وعشره بنفس التركيز والكفاءه مع ان الشده عاليه. دي قدره بتكتسب مش بتبقى يعني. برافو عليك، هي بتكتسب لكنها ليها علاقه بالوراثه. يعني بنقول عليه ابتيتيود، يعني استعداد نفسي ليه علاقه بالوراثه، حاجه اسمها النمط المزاجي العصبي. في واحد نمطه متقلب المزاج، في نمطه هادي، في نمطه بيتحمل، وفي ميكس. وفي ميكس، برافو عليك، ما فيش واحد بياخد من كله حته واحده، لازم ياخد من كل حاجه، لكن في النهايه بيغلب عليه نمط معين. هو تفصيله الثبات الانفعالي واللي ساعات كتير بتكون في منتهى الاهميه في توقيتات معينه في بطولات او في ماتشات معينه. عشان ممكن يبقى الوضع مش كويس اللي احنا فيه، لكن بس الثبات الانفعالي بتاع اللعيبه يرجعهم مره ثانيه. دي حقيقه. هو الثبات الانفعالي ممكن يكون مكتسب برضو زي اللي بتتكلموا عليه. سؤال جميل جدا من كريم والنهاوند. احنا نقول عليها في العلم عندنا سمه بنائيه، يعني ليه علاقه بالوراثه، سجل النسب الوراثي، بابا وماما وجده وعمه وخاله وخالته، وبتكتسب او تنمى عن طريق البيئه. يعني انا لو جبت وائل دلوقتي وراثيا تحكمه وسيطرته في الانفعالات عالي، ورحت حطيته في بيئه ما فيهاش اي تدريب، وجبت كريم سوري سامحني كأقل شويه، ورحت حطيته في امريكا كندا مع ناس تيم بيشتغلوا كويس قوي، هاجي بعد شويه اقيس الاقي كريم احسن من وائل، مع انه وراثيا كان كريم اقل شويه لكن مع البيئه. يعني اذا الاثنين واجهين لعمله واحده، واجهين لعمله واحده. فالثبات الانفعالي يعني ايه؟ الثبات الانفعالي يعني ازاي اتحكم وسيطر وهيمن على انفعالاتي السلبيه داخل الجيم. ومش كده وبس، يعني انا دلوقتي قدرت امسك نفسي في موقف بنقول عليه ستريسفول سيتويشن، موقف ضاغط، حلو قوي. مش كده وبس، ممكن ان انا ادي الموقف على قد او اكبر من حجمه، يبقى انا ما عنديش ثبات انفعالي، او باللغه ادق ضعيف في الثبات الانفعالي. بس في كيس ثانيه ممكن برضو اسال حضرتك عليها، ده على المستوى الرياضي او حتى على المستوى العادي للاشخاص الاعتباريه العاديه. ممكن شخص يستحمل ضغوطات، توترات، سوء معامله، تك تك تك، يجي في الاخر خلاص بيخرج كل حاجه وبيقفل. ده ممكن يحصل في الملعب، ده بنشوفه مع مديرين فنيين، ده بنشوفه مع حكام بالمناسبه. انت بتقولي اللعيب الفلاني راح فين؟ كان في لاعب علي قوي راح فين؟ فانا سيطرت على نفسي لليفلز معينه بس ما قدرتش، اللي قدامي ضاغط لغايه لما انا انفجرت. فدي بتحصل برضه. بتحصل دي حضرتك ظاهره اسمها الاحتراق النفسي. احنا لما نجيب ورقه كده ونحرقها بتنتهي. اللاعب يحترق نفسيا، اسمها بيرن اوت، الاحتراق النفسي. زي ما حضرتك بتقولي كده، الضغوط ضغوط ضغوط ومفيش مواجهه، بنقول عليها كابينج، يعني مواجهه او ريديوس، نقلل الضغط. مفيش الكلام ده، مفيش تدريبات. انت بتحاول بقى تضبط نفسك بس في الاخر فبيحصل ايه بقى؟ كل انسان ليه بطاريه زي الموبايل، اسمها بطاريه طاقه التكيف مع الضغوط النفسيه. فالراجل بيلعب ماتشات كتير، يتعرض لفشل كتير، ضغوط زي ما انت بتقولي كتير، هتافات عدائيه من الجمهور كتير، نقد سلبي كتير، كذا 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 كريم بيه، ومفيش حد بيقول له ازاي نواجه الكلام ده، يقعد ياخد من البطاريه يخلصها في وقت ماله قياسي. طب حضرتكم بتقولوا للعيبه ايه؟ يعني ايه بقى في الاطار ده؟ يعني دلوقتي
لو قارنا دلوقتي بزمان. تمام. زمان كانت الدنيا ده يعني عديه كده، برنامجين بالكتير في الكوره، صحف رياضيه بالشكل الكلاسيكي المتعارف عليه. دلوقتي بند السوشيال ميديا بس، وفكره ان اي حد معدي ممكن يدخل يرمي له جمله ممكن تولع في حد او في اعصاب حد وياخد بعض ويمشي. يعني بقى دلوقتي اللعيبه مضطرين يتعاملوا مش بس مع ضغوطات طبيعه اللي هم بيعملوه او حتى البيئه الخارجيه كمان، السوشيال ميديا لوحدها بتشكل ضغط كبير حقيقة. هل دي بتتاخد في الاعتبار طبعا حين تدعيم اللعيبه نفسيا؟ بص حضرتك، اولا لازم يكون انا كمعد نفسي رياضي وكجهاز فني عندي حاجه اسمها نفوذ الاقناع. يعني ممكن كريم يبقى له نفوذ عليا لان الدكتور بتاعي او رئيسي في العمل، لكن لا، نفوذه عليا ان انا بحبه ومقتنع ان هو خبره وبستفاد منه، ان مين الافضل لان بحبه وعنده المعلومات اللي بتطورني. فلازم اقنع اللاعب واعرفه انت انسان محترف ليك لايف ستايل معين، لازم تلعب بالفلكه بكل قدرتك وبكل تركيزك، فلازم تعزل حاجه اسمها ايزوليشن، عزل الانتباه عن البيئه دي. ففي تدريب لطيف جدا احنا ممكن نعلمه للناشئين والفيرست تيم اللي هو التنفس، قبل التنفس كمان okay. اسمه عزل الانتباه. عزل ايه؟ عزل الانتباه، زي عزل نفسي عن كل حاجه وابقى فوكس على الجيم بس. أوكي. زي ما حضرتك بتقول عشان ما شتتش طاقتي وبددها في حاجات تانية. ماشي. امر بسيط قوي، بيتعامل مع اللعيب الفيرست تيم النادي الاهلي ومع الناشئين نربيه عليهم، اسمه لوحه الانتباه. بجيب لوحه زي شاشه السينما كده بيضه فاضيه خالص جميله، ورقه بيضه، وبقعد اللاعب بعد ما اعمل له تدريبات التنفس اللي نهاوند قالت عليها بقى ريلاكس، والكونسر يعني لا وعي او لا شعور وصل لمرحله انه بيتقبل اي حاجه، عقله وجسمه هادي جدا جدا okay. جدا. وبقول له بص قدامك لوحه بيضه فاضيه خالص، هنتفق على حاجه، كل البيئه الرياضيه بتاعتنا بدءا مثلا لو كنت في بطوله عالميه الاوتيل او في مصر في بيتي او في الاوتيل برضو لو انا رايح مباراه الاهلي او غيره، الاوتيل، زمايلي في الفريق، الجهاز الفني، الباص اللي هياخدنا، الطريق للاستاد او المكان البطوله، لما بنروح هناك الجماهير، الاذاعه الداخليه، الاداريين، الفرق المشاركه في البطوله، الحكام، كذا كذا، كل البيئه الرياضيه. همسك ايتم ايتم، عنصر عنصر، اللوحه بيضاء وفاضيه خالص زي ما اتفقنا. هقول له ايه؟ تخيل اوضتك في الاوتيل، كل ما ممكن انت تشوفه بالوانه شوفه، شوف لدرجه قد ايه، كل ممكن تحسه بملمسه حسه، كل ممكن تشم ريحته شمه، كل ما تحس بيه ايموشنال انفعاليا حس باوضتك كلها، وتخيل كل مكوناتها وحطها في اللوحه الفاضيه. هيبتدي وائل كلاعب يتخيل ويحطها في اللوحه. الشنطه بتاعتك اللي فيها كل التولز بتاعت الكوره، الشنكر والشراب والشورت والتيشيرت، تخيل كل ما فيها بالوانها باحساسها بكله وحطها في الجزء الثاني من اللوحه. جهازي الفني وزمايلي حطهم في اللوحه، الباص تخيلوا كل حاجه حطه في اللوحه. طيب. تخيل الطريق وهكذا وهكذا. انا عايز استاذن حضرتك، خلينا نقف عند التفصيله دي ونطلع فاصل ونرجع نعرف ايه سبب الكلام ده او بينتج عن ده، بينتج عنه ايه، بينتج عن ده ايه. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. حضرتنا لسه مستمر مع دكتور وائل، وكنا قبل الفاصل على طول بنشرح ازاي ممكن يتم تدريب اللاعب على عزل الانتباه او التركيز على الملعب مهما الضغوطات، او حتى ممكن نقيسها ده للشخص العادي. تمام. يعني ازاي اخليه يركز؟ تمام، زي ما قلنا هنتصور البيئه الرياضيه بتاعتنا بدءا من الاوتيل لحد الملعب بتصميمه وبتخطيطه بكل حاجه. بقى زي ما بالظبط كاننا خدنا صوره جماعيه مع بعض كلنا، زي ما كل الاستاف كده كله خد صوره في نادي الاهلي مع بعض. بقى دي عيني لمده 30 ثانيه ومش اشبع عينيا ان انا مركز على كل الصوره الجماعيه دي. بعدين ابتدي اقول للوائل او لكريم مثلا او نهوان، اقول له هتعزل الاوضه في الاوتيل والباص من الصوره من اللوحه، هيبقى فيها اجهاد شويه وصعوبه، بشرط تشوف بقيه اللوحه بقيه الناس الحاجات الثانيه بقمه الريزوليوشن والوضوح بدون اي تشويش انتباه، فهياخد وقت شويه كام ثانيه، وبعدين يرفع لك ايديه من غير كلام بقى عشان هو مركز، يقول لك انا عزلت وشفت الباقي. قول له طب شيل الطريق والجمهور، هيبتدي يشيل الطريق والجمهور بشرط تشوف بقيه اللوحه، شيل الاذاعه الداخليه، كذا، لحد ما بنوصل ان اللاعب من كتر تكراره منتاليتي عقليا التركيز وعزل الانتباه والتصور يبقى هو دلوقتي، برافو عليك، هو في الملعب متخيل نفسه بالتولز ادواته لبسه وال11 لاعب بتاعه، وفاكر اهم الادفايس او النصائح اللي المدرب قال عليها، ونازل مش شايف غيرهم. وممكن ينعزل حتى على اصوات جماهير الفريق المنافس. المنافس مثلاً. وممكن يعتبرها تماماً. وممكن يعتبرها كمان ان ده تشجيع ليه هو مش ضده. ولذلك امريكا في كاس العالم للقارات لو نفتكر احرجت البرازيل واسبانيا ومصر، دول كبيره في كره القدم، وهي كانت دوله يعني مش كبيره قوي في كره القدم. ليه؟ عشان بتلعب نفسيا بطريقه مناسبه، يعني عندها قوه عمليات عصبيه، انتقاء كويس للعيبه، بيلعبوا ديفنس وبيلعبوا على الهجمه الايه؟ المرتده، عندهم نشاط العمليات العصبيه، فمسهلين الدنيا على نفسهم، عارفين ان هم فنيا مش هيجاروا الفرقه الثانيه، فبيلعبوا بالاوبشن ده وكانوا بيكسبوا.
افتكروا كده معايا مباراه البرازيل ومصر في النهائي كاس العالم للقارات من كام سنه، كانوا نازلين حاطين زي هيدفون في ودانهم، بعض الناس ميوزك بيحاولوا يعيشوا الجو وهما بيلعبوا قبل في الاحماء يعني في الاحماء. طب بيعملوا كده ليه؟ وعاملين يتمشوا في الملعب عشان يفصلوا الضغط يقل. كل عندنا حاجه اسمها موجات المخ، الموجات دي كهرباء زي الموبايل زي الراديو زي التلفزيون، ليها ترددات زي مثلا خليها على راديو اف ام تردد كذا زي ما بنسمع ترددات يعني سي من 14 ل 28 اعلى تردد وده اقل تردد. فاللعيب لما بيجي يجهد عقله قبل المباراه ويقعد يتفرج على حاجات فيها سسبنس اثاره لعبه او كذا او فيلم طويل او مباراه حتى بلاي ستيشن بيشد موجات المخ دي. هو عندنا خمس ست موجات مهمه قوي، الجاما والدلتا والالفا والبيتا والسيتا واللوبيتا، كل موجه يعني دي بتاعت النوم. لوبيتا يعني بيتا المنخفضه يعني. دي مسؤوله مثلا عن النوم وعدم الارق، دي مسؤوله عن التركيز، دي مسؤوله عن كذا، كل موجه ليها حاجه. فانا بلعب او مشدد الموجات دي على الاخر اجهدها، انزل في الملعب اجي بعمل عزل انتباه بعمل تركيز، انا مش هنا جهازي العصبي مجهد تماما. ليه؟ عشان اجهدت الموجات وشدتها على الاخر في البتاع. طب اللي هم كانوا بيعملوا ايه بقى؟ عاملين زي بروجرام صغير كده، كريم غير نهواند غير وائل اللي في منتخب في امريكا، كل واحد فيهم عنده مستوى من الطاقه معين، كريم لما نوتره لحد كذا في الميه يكسر الدنيا في الملعب، نهواند لما نحمسها نص ونص تكسر الدنيا، وائل لا ده هادي لازم نحمسه قليل، لو بدلنا الادوار تبوظ منهم الدنيا. فعاملين بقى الايه؟ جهاز زي علبه الكبريت كده، حطوا اللاعب في جيب التريننج وحطت الهيدفون كانه بيسمع هيدفون، هو بقى مبرمجينه على الشورت ويف بتاعت وائل غير كريم غير نهواند. زي ما يكون بيسمع موسيقى او اغنيه، ده علم يعني. علم طبعا، مستوى عالي قوي وبسيط جدا. احنا بنشوف في اي بطوله حتى مش بس كره القدم، عاده تلاقي اللعيبه فعلا قبل الاحاسه من هم في الاتوبيس حاطين يعني حاجات. لا بس هم بيسمعوا بقى ميوزك. هنا بقى في خطورتها بقى، هل الميوزك صاخبه وكسر الدنيا وهو اصلا متوتر فيتوتر زياده، او بيعمل يسمع حاجه سلو بقى وكده وهاديه جدا وهو اصلا عنده اباسي لا مبالاه وضارب كبر الجيوت دي، فلازم نديله الحاجه اللي تتناسب مع ايه؟ ده غير الضغوطات الحياتيه عامه، ان اللعيبه برده اللي عنده مشاكل وحاجات زي كده، فكره الفصل برده صعبه جدا جدا. السوفت وير بتاع الحاجات دي بسيط جدا، واجهزه والله انا لسه كنت مع الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه بحكم ان انا عضو اللجنه العلميه العليا معاه لاعداد الابطال الاولمبيين، اقترحت عليه ازاي نعمل معمل للقياسات النفسيه للرياضيين، يبقى الوزاره وكل الانديه الكبيره ومنتخبات مصر تقيس في الكلام ده. الحاجات دي مش التكلفه بتاعتها مش عاليه قوي، والسوفت وير بتاعها بسيط ومهمه جدا. طب يعني لك ان تتخيل جهاز كمبيوتر عادي كده عليه 90 اختبار كل منتخبات المانيا وخاصه كره القدم بتشتغل عليه، اسمه احنا عايزينه على المستوى الشخصي بقى العادي يعني، اسمه فيينا تيست. لا ده كان بجد والله، بجد فيينا تيست ده يعني جهاز بسيط جدا، والسوفت وير بتاعه كل فتره بيتحدث عن طريق المانيا، سهل جدا جدا، عليه 90 اختبار بيقيس اليقظه والتركيز والانتباه والتصور. ايوه ده بيبقى مفيد لينا كلنا، ده مش لازم رياضي للرياضي او غير رياضي. انا بقول حاجه، اقصد ايه الجهاز ده بكام؟ بكام بقى؟ حاجه بسيطه جدا، لو دخلت على النت عشان ما يحطكروش ترويج لحاجه يعني، وقلت فيينا تيست هيقول لك كذا، مثلا جهاز اسمه ستيبل ميتر عشان يقيس الثبات الانفعالي. كلام فارغ سوري يعني. عموما يعني نتمنى يكون في استجابه بقى من الوزاره طالما هذا الامر. لا ان شاء الله له انعكاسات طيبه. هو اتاخد على محمل الاهتمام ان شاء الله يعني. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا، نورتنا. انا بشكركم جزيلا والله. احنا عايزينك معانا يا دكتور وائل كل فتره، لان الملف ده مش هيخلص في حلقه. طبعًا يعني طبعًا. ده ملف كبير احنا جدا. ما كناش غير في نقطه فيها. تقريبا هي ثلاث نقط يعني، مش نقطه يا دكتور. هو بس خلاص ثلاثه حلوين. هو الوقت بس بيكون للاسف ليميتد شويه، بس حضرتك هتكون معانا مره ثانيه، الملف ليه يعني نقاط كتيرة جدا عايزين نغطيها مع حضرتك. بشكر دكتور وائل على وجوده معانا، ودلوقتي هنروح فاصل. كريم هيعود بعد الفاصل مع دكتور إيمان المراكبي، وملف مهم جدا عن يعني صحة اللي هنا بتكلم بقى عن المخ والأعصاب وغيره. فاصل وكريم يكون مع حضراتكم.